جديد بحييكم وين ما كنتوا عم تتابعوا صباح اليوم عبر الجديد. معي بهاللحظات دكتور رائد محسن. مثل كل تنين موضوعنا اليوم عن المواعدة والفرق بين المواعدة والعلاقة العاطفية، يعني هن ما بيشبهوا بعض، كيف وليش؟ كل التفاصيل مع دكتور رائد. صباح الخير. صباح الخير لك ولكل اللي عم يشاهدونا. أهلا وسهلا. بدنا نفرق من حاجة ذكرتي بين المواعدة والعلاقة العاطفية، يعني نعم. dating وrelationship، فرق بين I'm dating وبين relationship. فأزن شو الفرق؟ طيب الفرق إنه لما يكون التواعد المواعدة يعني واحد عم يلتقي بحدا ما في التزام، ممكن تؤدي بعدين لالتزام، تؤدي بعدين نعم. لعلاقة العاطفية، لكن ما في التزام وما في أي قيود. يعني في بالعلاقة العاطفية في تبادل ثقة بين الاثنين. ديتينج التواعد ممكن تبدأ وتبني بعدين لثقة. اللي أنا بجرب فرق بيناته هو إنه في كتار بيعتبروا لما نقول إنه أنت وفلاني فلاني وفلان ظهرتوا سوا، يو ديتد، ولا لا نيفر ديتد، لا لا ولا مره، عم نقول في علاقه، عم نقول ظهرتوا سوا، يعني كود بي اي لانش ديت، يعني توعدنا رونديفو، رحنا على الغداء، رحنا على العشاء. بالعكس ما هيدي ضروريه الا اذا كان بعائلات محافظه بتقول ما عندنا بنات تظهر هيك مع شباب حتى لو كان على الغداء او فنجان قهوه، وهيدي موجوده كثير مجتمعات بالعالم العربي. بس عندهم شباب يظهروا مع البنات، ما فهمت هيدي. لا كمان في بعض كمان انه ما يعتبر انه ما بريد هيك يصير، يعني بيعتبر انه انا طلعت مع فتاه مثل كانه اختي عم تطلع مع بتظهر مع واحد، ما بعمل هيك بنات الناس، يعني بيعتبر نعم. انه هيدي في شيء من قله الاخلاق. هيدي قيم وعادات موجوده، لا عم اقول صح لا عم اقول غلط، عم بقول انه في عدد لا باس به وهم كثر بالعالم العربي، لا ينطبق عليهم الحديث اللي انا عم بحكيه هلا، اللي هي مش مشكله. انا عم بحكي عن اللي بيظهروا بيتواعدوا انه من سميت عليه اذا انت تغديتي معه، منك فتاة ساقطة إذا تغديتي مع فلان وخدت فنجان قهوة الأسبوع القادم مع فلان آخر، مع شخص آخر. هيدي المواعدة. وإلا كيف فيك تعرفي أو فيك تعرف إنه هالمواعدة هيدي ستؤسس العلاقة فيما بعد؟ فإذا ممكن إنه يكون في ثلاث ظهرات سوا أو ثلاث لقاءات سوا، مضروب ظهرات بالببليك بالمكان عام، في ثلاث لقاءات سوا، يعني الرابع معناتها انه رح يمشي الحال. يعني اول مره الواحد بدار بقول ما بعرف كذا، ثاني مره بيلتقي بصير في حديث اكثر، يمكن توقف هون، يمكن اول لقاء توقف. الواحد بيعتبر انه يعني فينا نقول دكتور المواعده هي المرحله الاولى من العلاقه العاطفيه. مظبوط، بل في بصلاحتي انا اقول ما قبل الاولى بالحياه خاصه. يعني في عندك ناس بتزعل يعني بتشكل لها حاله من الازمه، تعتبر الشخص الاخر قليله الاخلاق او قليل الاخلاق لانه ظهرنا مره واحده وما عاد صار في لقاء ثاني. وفي ناس بتزعل انه ظهروا مره وما راحت محل العلاقه. صحيح، او مرتين او ثلاثة، حتى ثلاثة يعني ما صار في علاقه بعد، ليه بدك تزعل؟ ليه بدك تزعل؟ يعني ما ضحكت عليك هي، ما انتوا عم تظهروا تتشوفوا تتعرفوا. طبعا ما في رقم سحري اي من اي لقاء، بس حتى لما يصير في لقاء رابع معناتها انه رح يصير في نوع من العلاقه، بس انه اول مره وثاني مره. فاذا لا، العلاقه فيها مثل ما قلت تبادل ثقه، فيها اكسكلوسيفيتي، فيها حصريه. نعم، حصريه معناتها بالعلاقه انا والشخص الاخر نتواعد وصرنا سوا، يعني معترف فينا اجتماعيا من قبل اصدقائنا ودائره معارفنا انه هو اثنيناتهم سوا ثنائي بشكل ثنائي، هيدي بينج اكسكلوسيف، فيها حصريه. المساله الثانيه بالعلاقه المش موجوده بالتواعد هي الكوميتمنت، الالتزام. نعم، يعني الالتزام دائما حدا بيحكي انا ملتزم بعلاقه وكأن ملتزمين حتى نتزوج، لا، هلا ممكن تؤدي للزواج ممكن لا، لكن في التزام انه مني يعني ما مسموح انه عفوا بهالفتره اتعرف على حدا غيره او حدا غيره. هذه هو مسموح بهالفتره؟ لا، اذا في كوميتمنت وفي التزام. قبل الكوميتمنت، لا عم بحكي قبل الالتزام، يعني بفتره المواعده. لا اكيد، لانه ما هو حتى يعني ما في شيء غير اخلاقي حتى اذا الواحد
عم بيظهر عم بنفس الوقت مع كذا حدا هذا الشخص وبهذا الشخص، وان سئلت الجواب بكون ايجابي. ايه انا شرط نحكي ايه انه ما في بعد ما صرنا يعني شيء هلا ممكن لا. واحد يقول لحتى اقدر ركز بيني وبين حالي ركز على شخص حدا بضلني مع شخص واحد بلتقي فيه مش غلط، بس عم بقول اخلاقيا خاصه انه لا اخفي هذه المعلومه عن التي او الذي اتواعد معه معناتها بدنا هالمشكله. بقى نرجع لمساله الالتزام، الالتزام بانه انا وياك مشكل هالثنائي مشكل هالشراكه هالبارتنرشيب بدايتها هيك كوميتمنت انه لا هون بطلت انه صار فيها الالتزام انه انا روح واتعرف على حدا واتواعد مع حدا نعم الا اذا كان على المكشوف، على المكشوف يعني انه برجع بصارح اللي انا معه انه او اللي انا معه، بس هيدي بتكون انه يعني الواحد شو بكون عم بيلتزم مع حدا لكن لاقى حدا افضل؟ لا، لما يكون في التزام بده يكثر من التواعد تكون الالتزام ناضج وقد يؤدي الى علاقه طويله المدى فيما بعد. نعم نعم فضروري عدم الضياع بالمساله يعني بعد بضعة أشهر خلال فترة العلاقة مفروض يكون في تقريبا تعريف واحد نحن شو طب نحن شو ما لازم في ضياع ما لازم أنا ضايع بعد 5 أشهر 6 أشهر هذا بدي أسألك بعد قدي يعني بعد 5 6 أشهر مفروض نكون صار في عنا قرار إذا بدنا نودي هالعلاقة لمرحلة جديدة هون يعتمد يعني في عندك مثلا حدا عم بالصغير لنا هلا عم شاهدنا بتقول انه لا انا بعد شهر بده يعرف حاله وين بده يروح وفي انه البعض بقول خلي الامور تاخذ مجراها الطبيعي هلا انا عم بقول انه امتى طيب بعد 7 أشهر 8 أشهر يعني ما بفتكر اكثر لحتى نشوف انه نحن سوا او مش سوا ومضروري انه اتفقنا كي نتزوج لكن على القليله انا عم بحكي عن العلاقه العاطفيه ما اتفقنا نعطي فرصه لهالعلاقه العلاقه العاطفيه يعني انه ما معقول بعد 7 أشهر 8 أشهر ما نكون نحن شريكين هلا فينا نكون ما شريكين يعني اثنيناتنا حرين بعدنا انه نتعرف على الاخرين اذا كان هذا اتفاق بين بعضنا لكن تصور مثلا عم نقول له اكتب على ورقه صغيره انتو شو انت وياها وانت وياه شو بقول نحن شريكين نحن حبيبين وهي بتكتب بتقول نحن افضل صديقين we are best friends لا في فرق بين we are partners we are best friends شريكين او افضل صديقين يعني هون بعد دكتور عندي سؤال مثلا في كتير ناس بعرف يمكن مختلف شوي الموضوع بس في هذا الشيء اللي اسمه الكودو فودر او الحب من اول نظره في كتير ناس ممكن تحس باحساس كبير من اول قعده قد ايه هذا الشيء بيكون غلط بيكون تسرع شو فينا نحكي عن هذا الاحساس اللي بيصيب كتار باول لقاء مع حدا هذا الشيء كتير حلو هذا يبنى عليه لكن يبنى عليه لكن ما فينا نقول انه لانه هالشعور كان هالقد قوي معنى ذلك انه حتما ستؤدي الى علاقه جديه فيما بعد لا يمكن واحد لما يتعرف على الشخص الثاني يقول يا ريت بعد الصوره بذهني اول ما تعرفت عليه وما تعرفت عليه هالقد مظبوط يعني عكس ما انا كنت صح. بس منيح اذا وكتار بتصير معهم انه لا من اول نظره ويبنى عليها وبتطلع بعدين فيما بعد عليها طب كيف يبنى عليها لانه ممكن واحد انه هيك يعني ينعمل فتره يبنى عليها بمعنى انه ديتينج خلينا نتواعد خلينا نشوف بعض خلينا نلتقي اللقاءات المتكرره مثل كانه عم بتعرف حدا دون نؤخذ بانه يا لطيف كانت اول ما شفنا بعض مثل كانه بنعرف بعضنا من 10 سنين 15 سنة هذا شعور كثير حلو لكن عم نقول بني عليه لكن لا تقرر بناء عليه بخطوات جدية يعني التسرع يعني كل شيء بيبدأ بسرعة بيخلص بسرعة صح عدم التسرع باتخاذ قرارات تجاه هذه العلاقة بناء على الشعور الأول لكن بناء عليه بأنه في أرضية صلبة كي نتعرف لبعضنا أكثر وأكثر طب دكتور بعد سؤال كيف ممكن نتعرف على بعض أكثر يعني فينا نعطي تبس سريعة كيف يعني شو ممكن شو لازم نعمل لحتى يكون عندنا فرصة نتعرف على الشريك الآخر بشكل أوضح أكبر هلأ طبعا في كتار بالعائلات المحافظة بقول بتعرف عليك يجي على البيت أوكي بيجي على البيت لكن هيدا مش لصالحكم عم نحكي للأهل للعائلة المحافظة هيدا ما لصالحكم ولا صالح بنتكم إذا كنتم محافظين لأنه عم تتعرفوا عليه جاي يقعد عندكم بأحلى شكل وقلبق وأليق
لسان، وهي كمان يعني ما بتعرف على بعضهم مع الاصدقاء مع الصديقات او فبده يجي وقت بعد التعرف في البيت انه خاصه انه الاهل بيقولوا انه بنتنا تعرف على حدا، اذا كان في مجال لعلاقه جديه تؤدي للزواج اوكي، لكن قبل الخطبه بتكون شوفوا كيف يعني يمكن هي تظهر معه مره واحده خارج البيت وتقول انسان مختلف عما تعرفت عليه وقت كان عندنا بالبيت. مزبوط. لا خلينا نحكي على اللي بيظهروا بيلتقوا مع بعضهم، هي اللقاءات باماكن متعدده يعني خاصه مع الاصدقاء. يعني انا بكتشفه اكثر لما شوف من يعاشر من تعاشر مين. اذا مع انتوراج او مع المحيط تبعه رفقاته ورفقاته كثير مهم يكون في ظهرات من هالنوع مش بس لحاله. يعني انا حكينا قبل انا وياك يمكن ما عنده حدا من اصحابه، فاذا هل هو ما عنده اصحاب معناتها ليس اجتماعيا؟ هل هذا يروق لك ليس اجتماعيا، او بتقولي لا منه اجتماعي مثلي، او خي منيح منه اجتماعي معناتها اصحابي بصيروا اصحابه وما بيلزمني باصدقائه، او يخجل باصدقائه او العكس صحيح تخجل باصدقائها وصديقاتها. فاذا والتعرف على العيله قبل الخطبه ضروري كثير يعني الا طبعا. الا بالعيله يعني اذا خطبته وتركته انفصلته منا مشكله، بس العائلات التي تقول ما عندنا بنات خاصه البنات تخطب وتترك، طيب اذا ما عندكم بنات تخطب وتنفصل وما فيها تتعرف على عائلته بشكل كامل الا اذا خطبت، طيب بركي تاثير العائله عليها وتاثير عليها يعني نعم. بتكون قادروا انه لا ما عليها اذا خطبت، ساعتها فيها تدخل الى مثل ما قلنا دوائره الاجتماعيه والعائليه، لكن اذا ما مش الحال بتنفصل. بس اذا المأخذ انه لا ما منفصل، فاذا انت بتعرف ليه عم تزركوها هيك للفتاه، وكم من فتاه بتكون دائما هي بالزاويه محشوره بهالنقطه هيدي، بس فيها تتعرف على حدا بالسر وتسرع باتخاذ قرارها، وما مشي الحال بتقلا بتلوم اما بعدين على سوء اختيارها، بتقلا بس لو تركتيني اتعرف عليه مثل ما انا بدي ما كنت قد اقدمت على الزواج منه. نعم. طب دكتور نحن بالموضوع شوي زيادة، بس انه ترجع للنقطة طبعا. طب انا بدي اخذك محل بس قبل ما نرجع للنقطة، كتار لما يتجوزوا ويصيروا تحت سقف واحد بيقول او بتقول انه متغير بالبيت، هل معناتها ما تعرفوا كفاية على بعض، ولا عن جد الناس بتتغير لما يصيروا تحت سقف واحد؟ لو شو ما صار ما فينا نتعرف على الشخص غير ما يصير تحت سقف واحد. هلأ ممكن يكون عم يمثل، وممكن يكون انه عنده فكره هو عن الزوج كيف الزوج تصرف، غير البوي فريند غير الصديق غير الخطيب. نعم. معناتها انه هيدي يعني في علامات في اشارات بتكون قبل هي حاسه او هو شاعر انه في تحفظ شوي زياده على بعض المسائل، ما عم بيكون هو ذاته هو نفسه، لا ينطلق بالاحاديث لا ينطلق. نعم. باعطاء رايه بامور اخرى. ولما يكون بالبيت بصير يمكن متشدد اكثر. طيب هل انتم حكيتوا عن الاشياء هيدي سابقا من ناحيه الاصدقاء ومن يدخل الى المنزل ومن لا يدخل من المنزل من اصدقائي وصديقاته؟ حكينا في قبل في تحفظ على فلان ما بريد يفوت على بيتي، او ما بحب كثير انه يفوت على بيتي فلاني. نعم. وفلان من صديقاتك من اصدقائك. من مره حكينا نحن انا وياك كمان عن تعريتها من اصدقائها وصديقاتها، والعكس صحيح انه بتصير تدريجيا بلاقي حاله انه ما حدا يفوت على بيتي من اصحابي، ما مش بالزمن الكوروني عم نحكي ايه يعني بتحسهم ببعدون عن اصحابهم. صحيح. طيب هذا شو تكتيك يعني ايه ما بتكتشفي حدا بالنتيجه غير ما تعيشي مع حدا بشكل ما فيك تعرفيه، لكن عم نقول التعارف والخطبه كفيلين انه على الاقل يامنوا الحد الادنى من انه هذا قد الحد الادنى 50% ولا اكثر؟ لا هي حسب قد ايه طول الخطبه وقد ايه اذا سنتين. اذا مثل ما انت بتقول دايما لازم فتره التعارف ما تكون اقل من سنتين لحتى نكون عم ناخذ قرار صائب. في ناس عايشوا سوا يعني مساكنه كوهابيتيشن وسنتين وثلاثه. نعم. وتزوجوا وبعد 5 سنين انفصلوا وطلقوا، بصير في عوامل اخرى ما دخلها طرقت على حياتهم وادت للانفصال او الطلاق، لكن لحتى الواحد يعرف الثاني سنتين مع الدخول الى دائره الاصدقاء والمعارف والاقارب والعائلتين عبيتي وعبيتها، وبالمناسبات الاجتماعيه بالاعياد بكل شيء يعني بنصير نعرف شو مفهومنا للماده للمصاري بهي العائله يختلف عن مفهومنا للماده والمصاري الاموال بعائلتي. طيب ما انا وياه رح نكون انا وياها رح نكون حصيله هذان البيئتين المختلفتين. نعم. من الناحية المادية والنظرة للأملاك والأموال، نفس الشيء بالنظرة للإدوكيشن للعلم والمعرفة والتربية، بهودي كلهم مش بس بده يحكي فيهم، بده يشوف
انه اذا في اخت في خي في حدا عنده اولاد كيف التيتا وجده عم يتعاملوا معهم هيك رح يتعاملوا مع اولادي يعني هالاكسبوجر هالواحد الاطلاع في كتير كثير اسئله تطرح يعني لحتى واحد يعني يتاكد اذا هيدي العلاقه سليمه او اذا رايح بالطريق الصح. اوكي والتوقعات بالنسبه لموضوعنا الاساسي انه فرق بين المواعده والعلاقه، بالعلاقه في توقعات في اكسبكتيشنز اتوقع انه وبنحكي وفي نحكي انه بدها في يمكن تواريخ حطينا انه بعد سنه رح نعمل كذا، بعد ست اشهر رح نعمل هيك، فاذا في توقعات انه هيدي العلاقه سننطلق الى مراحل اعمق مراحل جديه. لكن بالتوعد انه واحد من تاني مره يلتقي مع حدا وبتجي بتحكي عن توقعات مثل ما بنقول عم بتهربوا او عم بهربها، يجي مثلا يحكي معهم تاني مره بقول له بكره لما ناخذ فرصه ونروح على في جزيره باليونان اذا رحنا عليها انا وياك يا حبيب روق، بعد ما صرتوا كابل ما صرتوا شيء اجي تحكي لي هلا بفرص وفاكيشنز، يعني انه لما تسالي لي احكي تاك وتسرعت بقول لك حتى تعرف انه انا جدي، بس عم تهربها هيك. ونفس الشيء هي بتقول له انه هي بكره بتشوف قد ايه بتفق انت والبابا، طب بعدكم اول لقاء بتقول له بكره بتشوف قد ايه بتفق انت والبابا، طب مين قال لك انه بده يشوف البابا؟ انه روي على وضعك شوي. في الغام بالحكي يعني في قصص بتستعمل مش ما نقول القصص بشكل مباشر يعني. صحيح، فاذا هيدي الاكسبكتيشن مثل التوقعات صحيحه ممكن تكون مدرب اول فتره لما يكونوا بعلاقه وماشيين عليها طويله الامد. نعم. وبعدين في عندنا الاولويات. الاولويات هي صرت اولويه عنده وصرت اولويه عندي، ونفس الوقت نعرف أولويات بعضنا، هيدي بالعلاقة منا موجودة بالديتنج بالتواعد. فإذا بالأولويات يعني بحترم أولوياتها ولو كانوا بالنسبة لي ماشي أو سخيفين، بالنسبة لي سخيفين بالنسبة إلى شيء شو ما كانوا الأولويات، إن كانت عائلة إن كان أصدقاء إن كان عمل إن كان الذهاب إلى الجيم إلى التمرين الرياضي يوميا أو أي أكتيفيتي واحد التاني بحبها يعني أي أي نشاط تاني ممكن هي تستسخفه أو هو يستسخفها إنه لطيف هلا ما فيك يوم ما تروحي على الجيم، لا هيدا صار نوع من لا بدي أسميه إدمان، إذا كان إدمان يكون إدمان صحي أصلا، هي ما قادرة نهارة تختمه أو تبدأه من دون ما تروح على الجيم. ما فيك او ما فيك ما تحترم انه هي او هو بحب الهايكينج بحب التسلق الجبال، ما ادري التسلق يعني نعم. لكن بمعنى بحب اكتيفيتي معينه بدنا نحترمها، في نشاطات يمكن يكون شو ما كان نشاط يمكن يكون عنده يا مساله مقدسه لعب الفوتبول كره القدم مره بالاسبوع مع الشباب بتجي انت بتسخفي له اياها هيدي انه هي لطيف كانه لعب اولاد، مش انه أن تفتخر أنه هو رح يكبر بالعمر ويضل يلعب كرة قدم، هذا شيء منيح وكل نهار خميس في كرة قدم، طب ما هذا شيء كتير منيح أو باسكتبول أو اللي هي، والعكس صحيح بالنسبة لها. هذه الأولويات احترام أولويات بعضنا البعض ما بتصير باثنين عم يتواعدوا ولكن بتصير باثنين بعلاقة مستمرة. نعم. شو بعد فينا نختم دكتور؟ نختم أنه ما الواحد يحس كأنه إهانة إذا قلت أنا I dated أنا طلعت مع فلان وطلعت مع فلان وطلعت مع فلان، هيدا لا يجعل منك فتاة ساقطة ورخيصة، بالعكس بيحسدوك صديقاتك إنه نيالك أهلك جوك قدرت تتعرفي بأسبوعين. هلا في كتار بقول وين الشباب تتعرف عليهم لأنه الكل مهاجر، بس عم نحكي في حال تواجد الشباب إنه والصبايا انه ما في التزام، اذا الواحد بس ظهر والتقى بحدا لساعه ولساعه ونص هيدي حاله صحيه كي انتقي، كيف بستطيع ان انتقي فتاة قرار صائب دون التعرف الى فتيات، وكيف بستطيع ان انتقي شابا دون التعرف على الشباب. نعم نعم. هذه التواعد اذا يعني فتره التعارف كثير مهمه لنوصل للقرار الصائب يلي رح يأثر على كل حياتنا، فما حدا يخاف من المواعدة ولا يعطي إذا بدك الوقت الصحيح لهيدي الفترة. شكرا دكتور رائد. شكرا.